بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اليوم جايب لكم السيارة البرونكو المعروفة موديلها 2023، هي الفئة الوايت تراك الفل كامل، لكن معها بعض التعديلات اللي ممكن مستخدم الفورد برونكو يقدر يضيفها بمبلغ إضافي. يعني زي ما شايفين، أول تعديل عندك اللي هو حماية الكبوت، هذه تضيفها عليه. عندك هنا من الجنب أسميها تعديلات المقناص، الأبواب هي أساسها تنفك من نفسها أو أنت تفكها، لكن هذه تضيف عليها. الحواجز هذه حديد، عندك حواجز تكون طريقة فتحها من هنا تفتح عندك، فتعطيك يعني مساحة للقنص، للسفاري، للطلعات البرية يستفيدوا منها اللي هو أصحاب السفاري. وبرضه أنت عندك السقف لما تفكه كامل يكون كذا شكله سقف السيارة. وعندك برضو إضافة الجميلة هذه هي الخيمة التي تربطها مع خلفية السيارة، تصير كذا شكلها، تمام كذا شكلها من الداخل، شابكة مع شنطة السيارة. هذه هي الخيمة، واسعة يعني تقريبا أعطيها مترين ونص، وأساس الحجم تقدر تختار يعني على حسب. عندك هنا صندوق التخزين يكون له مفتاح قفل، ممكن تحط فيه أغراض الصيد، أغراض البر، أغراض الطبخ، يصير متعدد الاستخدامات، تمام. وعندك برضه الثلاجة معروفة، بس يكون هنا مكانها لأن المدخل الشاحن هنا موجود، تشبكها من هنا خلاص تشتغل معك الثلاجة. وهنا برضو هذه اللي وقعنا، هي هذا عندك سماعة إضافية جي بي إل يعطيك صوت محيطي، هنا من نوع البي بي 4000 باسيف ساوند بار سيستم. هذه هي ميزة البرونكو، انك انت تاخذ السيارة قيمة وقدرها تقدر تضيفها او تعملها كاستمايز على الشكل اللي انت تبغاه. هذه برضو المظلة الخارجية كيف شكلها، هذا شكل السيارة. آخر الفيديو، سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب ونشر القناة والمقطع للأشخاص اللي مهتمين بهذه النوعية من الإضافات. يعطيكم العافية.